طيب رغدة بتقول لك أنا في رأيي معظم الرجال لا يقبلون الاعتذار، لكن أنصح المرأة إذا أخطأت أن تعتذر مباشرة، وإذا لم يقبل الاعتذار تتركه لنفسه يفكر. هل أنت موافقة على فكرة إن الرجالة ما بتقبلش الاعتذار، يعني بتمسكها كده وتضغط على الست بالحتة دي؟ في لسببين. اول حاجه انه ممكن زي ما قلت لك من كتر ما انت طول اليوم وطول الوقت انا اسفه حقك عليا مش هعمل كده تاني، وترجعي تكرري نفس الغلطه او الحاجه اللي بتضايقه، فبالنسبه له خلاص بقى انت بتعتذري زي ما بتعتذريش مفيش فايده. والحاجه التانيه على قد الغلطه اللي الراجل خدها على كرامته. هل انت مثلا خبطتيه في كفاءته كراجل؟ حسستيه ان هو زي قلته ملوش لازمه وانت بتعمل ايه؟ عارفه في كلام كده بيخبط الراجل في كرامته، فبيكون بالنسبه له دي خبطه في مقتل مش سهل انك تعتذري عنها. والاعتذار عنها بالكلام ما بيبقاش مجدي قد ما هو بالفعل بقى. انت ازاي تغيري رايك او تغيري وجهه نظرك عن طريق افعال مختلفه تماما عن اللي عملتيها؟ زهره بتقول لك محدش والله بقى يستاهل الاعتذار من اصله. حتى لو غلطان الكل بقى بيدافع عن نفسه، والمحترم بيروح يقولوا عليه ضعيف وبيستضعفوا الست اللي بتعتذر فيدوس عليها اكتر. ايه رأيك؟ لا الكلام ده غير صح اطلاقا. اولا ثقافه الاعتذار تنم عن قوه الشخصيه. تمام. البني ادم اللي عنده ثقه بنفسه وعنده قوه شخصيه بيبقى مدرك انه فعلا اخطا ولازم وقتها يعتذر. انما فكره ان محدش بقى يقبل الاعتذار، مش مشكله انه محدش يقبل الاعتذار، المهم ان انت عارفه ان انا فعلا غلطت ولازم اعتذر. دي ثقافه مهمه جدا. حتى لو اللي قدامي مش قابله، انا ما عنديش مشكله اللي قدامي اخلاقه تفكيره تربيته، لكن المشكله عندي انا. انا المسؤوله عن افعالي وعن افكاري وعن شخصيتي. طول ما انت حاسه بثقه في النفس يا دعاء ومدركه لافعالك هتبقي عارفه مدى اهميه الاعتذار.